هذا يقول: هل أجر الصلاة على الجنازة بعدد المصلين عليها أم العبرة بالصلاة وحدها؟ الصلاة على الجنازة فرض كفاية واجبة على المسلمين إنهم يصلون على الجنازة، إذا صلى عليها بعضهم حصل المقصود، وكل ما كثر العدد فهو أفضل، كل ما كثر عدد المصلين على الجنازة فهو أفضل للجنازة وأفضل للمصلين أيضا. نعم.